بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في محاضرة جديدة بعنوان المايكوبلازما واليوريا بلازما. في نهاية هذه المحاضرة حنتكلم على المايكوبلازما كجنرال فيتشرز، وحنتكلم على المورفولوجي والكالشر، ثم حنتكلم على الباثوجينيسيس واللاب دياغنوسيس والتريتمنت اند البريفنشن. المايكوبلازما كجنرال فيتشرز، هناك أول نقطة في فور سبيشيز في اللي هي مايكوبلازما نيموني واليوريا بلازما يوريليتيكم ومايكوبلازما هومونيز ومايكوبلازما جينيتاليا. النقص الصفة الثانية إن المايكوبلازما تعتبر the smallest free living organism، أو ساعات نقول عليها smallest bacteria، لأن هنا نقطة مهمة. إذا قلنا مثلاً the smallest organism، لا، الفيروس أصغر منها، لكن لما قلنا free living organism معناها إن حنقصد البكتيريا، فبالتالي فعلاً هي أصغر بكتيريا موجودة هي المايكوبلازما. النقطة الثانية إن هذه المايكوبلازما إنها ما معهاش سلول خالص، سبحان الله، هذا ما معهاش سلول، بمعنى إنه خلقها الله عز وجل بدون سلول، بعكس الإل فورم بكتيريا اللي أخذناها زمان في الجنرال بكتيرولوجي، هذه كان معها سيل وول بس كان مفروض تموت لأنها تعرضت لسيل وول إنهيبيتور، لكن وجدت في وسط آيزوتونيك فبالتالي ما ماتتش، لكن كان معها سيل وول، ولو زال المؤثر ترجع تكون السيل وول بالنسبة للإل فورم بكتيريا. لكن المايكوبلازما هذه ما معها سيل وول ولا تعرف السيل وول، يعني مخلوقة من الله عز وجل بدون سيل وول. طيب، كون ما معهاش سيل وول يترتب عليها نقاط أساسية سميناها 4P. أول واحدة في 4P إنها بوليمورفيك. ليش؟ وإحنا اتفقنا أن السيل وول وظيفته الأساسية إنه يحافظ على الشيء، ما في سيل وول فبالتالي حتكون أشكالها متعددة أو نسميها بوليمورفيك. هذه البي الأولى. البي الثانية إنها الباكيد وذ كوليسترول إن سيل ممبرين، سبحان من خلق، مش إحنا اتفقنا أن السيل ممبرين ده فراجل، فبالتالي الله عز وجل عوض هذه البكتيريا بأنه حشاها بالكوليسترول عشان تحافظ على تحافظ البكتيريا على نفسها، وبالتالي تستطيع أنها تقاوم الأزموزس الموجودة. النقطة الثالثة أنه البي الثالثة أنها poorly stained with gram، بالتأكيد لأنه السيل وول هو كان المسؤول عن أخذ الصبغة، ما في سيل وول فبالتالي مش حتنصبغ، أو poorly stained with gram. الصفة الرابعة اللي هي بالفور بي إنها بنسلين and سيفالوسبورين resistant، وهذا منطقي لأنه البنسلين والسيفالوسبورين بيشتغلوا على السيل وول، فما في سيل وول فبالتالي بالتأكيد دول حيكونوا resistant. الصفة الثالثة كفيتشرز للمايكوبلازما إنهم موجودين في الأورال كافيتي وفي الجينيتال تراكت ككومنسلز. الصفة الرابعة إنهم لهم سبيشال انريتشد ميديا فور جروث، وهي سلو جروور، ولما تنمو تعطينا حاجة كاركترستيك نسميها فرايد ايج ابييرنس مثل بيض العيون، وكمان دي ما نشوفهاش بالعين المجردة، عاوزة ميكروسكوب عشان نشوفها. طيب الآن تعالوا نتكلم على المايكوبلازما نيموني، حنتكلم عليها وبعدين ننتقل إلى اليوريا بلازما يوريليتيكم. المايكوبلازما نيموني حنشوف المورفولوجي والكالشر. أكيد المورفولوجي قلنا ما معهاش سيل وول فبالتالي هي بوليومورفيك، طبعا ما بتنصبغش بالجرام، لكن ممكن احنا نصبغها بجيمساستين. الكالشر بالنسبة لها دي فاكلتاتيف انيروبس، بتنمو في الريتشد ميديا، الميديا دي بتحتوي على سيرم وتحتوي على ستيرويل وتحتوي على نيوكليك اسيد، وكمان الجروث حقها بيكون افضل لما نوفر لها 10% كربون دايوكسيد. لما تنمو زي ما قلنا بتعطينا فريد ايج ابييرنس، اللي هي الفرايد ايج ابييرنس، ونشوفها بالمايكروسكوب زي ما انتم شايفين، هذا بيض العيون وهي سلو جروور، عاوزة من اسبوع الى اسبوعين زي ما انتم شايفين. هذه طبعا الكالشر زي ما انتم شايفين شبيهه فعلا اللي هي نقول عليها فرايد ايج ابييرنس ببيض العيون. طيب تعالوا نشوف الفيرولنس فاكتور للمايكوبلازما نيموني. اول فيرولنس فاكتورز ان هذه البكتيريا معها بروتين نسميه بي 1 ادهيسنس. هذا البي 1 البكتيريا تروح تفرزه فيروح يعمل حاجه بنسميها لوس للمايكوسيلري، اللي هي السيليا. السيليا هي وظيفتها بتعمل عملية طرد لأي أورجانيزم، فهذا بيعمل عملية بيقضي على عملية السيليا، فبالتالي بيخلي البكتيريا إنها براحتها تتكاثر وتنمو. هذا واحد بالفيرولنس فاكتور.
طبعا بيكسر عمليه السيليا. الفيرنس فاكتور الثاني اللي احنا بنسميه اللي هو الهيدروجين بروكسايد. سبحان الله، يعني احنا اخذنا الهيدروجين بروكسايد هي بتفرزه الفاجوسيتك سيل عشان تكسر الاورجانيزم. هذه المايكوبلازما هي بتطلع نفسها هيدروجين بروكسايد، فبالتالي بتعمل لايسيس للهوست سيل. طيب تعالوا نشوف الباثوجينيسيس اللي هي المايكوبلازما نيموني. طبعا هي المايكوبلازما نيموني بتعمل اتيبيكال نيمونيا او تعمل برونكو نيمونيا. طيب احنا اتفقنا ان الاتيبيكال نيمونيا ويسموها كده، يسموها الووكينج نيمونيا، بمعنى انه نيمونيا ممكن الشخص يمشي وهو مصاب عاديه، بعكس اللي هي تيبيكال نيمونيا اللي لابد يا يترقد في مستشفى يا يترقد في البيت. فدي بيسموها النيمونيا اللي واحد مصاب بها ويمشي عادي. ولذلك احنا يقولوا ايش الفرق بين التيبيكال نيمونيا والاتيبيكال نيمونيا. التيبيكال نيمونيا غالبا بيكون الالفيولاي نفسها بتكون ملانه بالاكسوديت، لكن في الاتيبيكال نيمونيا بتكون التيشو المحاط او التيشو السراوندينج بتكون هي طبعا سراوندينج بالالفيولاي اللي بيحصل فيها السوارينج. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان التيبيكال نيمونيا بيكون سادن اونسيت، لكن بالنسبه للاتيبيكال بتكون جرادوالي اونسيت. النقطة الثانية انه في التيبيكال بتكون هاي فيفر، لكن هنا بتكون مايلد فيفر. النقطة الثالثة هنا بتكون بروداكتيف كاف في التيبيكال، لكن في الاتيبيكال بتكون دراي كاف. النقطة الرابعة هنا بتكون يوجوالي في ليكوسايتوزيس، بتكون هي الكومن في التيبيكال نيمونيا، لكن هنا الليكوسايتوزيس ان كومن في الاتيبيكال نيمونيا. طيب هنا نقطة مهمة، في كومبليكيشنز خطيرة بالنسبة للمايكوبلازما. لما يصاب الانسان بالمايكوبلازما حتطلع انتي بوديز. الانتي بوديز يفترض انها تلتصق بالمايكوبلازما لانها سبيسيفيك لها، لكن وجدوا ان الانتي بوديز دي قادره انها ترتبط بالار بي سيز وتعمل اجلوتينيشن في الار بي سيز فقط عند 4 درجة مئوية. طيب ايش الكومبليكيشن اللي حتحصل؟ الكومبليكيشن اللي حتحصل كالاتي. تخيلوا ان في كولد، يعني وطبعا دول يسموهم كولد اجلوتينين، حيعملوا هيموليتيك انيميا انه حيكسروا الار بي سيز. هذه نقطة. النقطة الأخطر منها كمان إنه دي في during the cold الأنتيبوديز اللي حتكون حتعمل clamping the RBCs. فلما تعمل clamping the RBCs حتسد the blood vessels خاصة في الأطراف، وبالتالي حيحصل ischemic وحيحصل necrosis. طيب كيف نعمل lab diagnosis؟ نعمل direct، طبعا قبل direct detection هي clinically تشخص، أساسا تشخص clinically، لكن إحنا السيرولوجي هو الأساس في تشخيصها. فممكن احنا ناخذ السبيوتم ونعمل الاميون فلوريسنت، يعني هذا الان عينه السبيوتم، لو الشخص مصاب حيكون عنده مايكوبلازما نيموني، نروح نجيب انتي بوديز مربوط بالفلوريسنت ونعمل ديتكشن. النقطه الثانيه ان احنا نعمل كمان ديتكشن للنيوكليك اسيد، سواء الدي ان اي او البروب للعينه اللي هي جايه من السبيوتم. ممكن نعمل في اللاب دياجنوسيس للاتيبيكال نيمونيا اللي هي كوزد باي المايكوبلازما نيموني، نعمل ايزوليشن للاورجانيزم. هنا زي ما قلنا حنزرعها في سبيسيفيك ميديا في اللي هي ريتشد ميديا وهي فاكلتاتيف انيروبس، فبالتالي الميديا دي اللي محتويه على السيرم ومحتويه على ستيرويدز ومحتويه على نيوكليك اسيد حينمو فيها الاورجانيزم، وزي ما قلنا يعطينا فرايد ايج ابييرنس، وان كانت هي ديفيكلت في الجروث لكنه حيعطينا اللي هي فرايد ايج ابييرنس، ونشوفها زي ما قلنا تحت الميكروسكوب. النقطه الرابعه في الدياجنوسيس ان احنا نعمل سيرولوجيكال تيست وهي السبيسيفيك. ان احنا كيف نعمل؟ نعمل ديتكشن للمايكوبلازما نيموني اي جي ام سواء او رايزنج تيتر للاي جي جي. وانس ان احنا حصلناها هذه تعتبر سبيسيفيك وتعتبر دياجنوستيك. التست اخر نسميه كولد اجلوتينين. احنا قبل شويه قلناها في الكومبليكيشنز انه الانتي بوديز اللي تطلع للمايكوبلازما نيموني نفسها الانتي بوديز ممكن تعمل اجلوتينيشن ورهيم اجلوتينيشن للار بي سيز، لكن عند كم؟ عند درجه 4 ديجري سنتيجري. طيب هذا التست اللي هو كولد اجلوتينين، تخيلوا فولس بوزيتيف حقه تصل الى 50%، وخاصه في الناس اللي عندهم فايرال انفكشن، عندهم ملاريا، عندهم هيموليتيك انيميا. التتر المطلوب هو حتى يكون دياجنوستيك يكون اكثر او يساوي 128. ليش 128 بالضبط؟ لانه تضاعف 2، لما نضاعف 2 في التخفيف 4 وبعدين 8 وبعدين 16 وبعدين 32 وبعدين 64 وبعدين 128، فالرقم 128 ناتج عمليه السيريال دايليوشن لو منضعف من 2. طيب النقطه المهمه جدا، هذا التست برغم انه فولس بوزيتيف 50% لكن احنا ممكن نعتمده. ليش ممكن نعتمده؟ لانه اساسا لو طلع بوزيتيف واحنا عملنا كورليتد وذ كلينيكال بيكتشر فيعتبر دياجنوستيك. يعني الشخص زي ما قلنا ملاريا
او ان عنده هيموليتيك انيميا، انا مستبعد الملاريا ككلينيكال مانيفيستيشن، مستبعد الهيموليتيك انيميا، فطلع الكولد اجلوتينيشن، اذا هذا مرتبط بالاتيبيكال نيمونيا، فبالتالي يعتبر دايجنوستيك. طيب تعالوا الان نشوف المايكوبلازما سبيشيز اللي بتعمل جينيتال تراكت انفكشن. اللي بيعملوا جينيتال تراكت انفكشن في معنى مايكوبلازما هرمونيز ومايكوبلازما جينيتيليوم واليوريا بلازما يوريليتيكم. تعالوا نبدا اول شيء باللي هي طبعا المايكوبلازما اللي بتعمل جينيتال تراكت، هي يوجوالي بتكون موجوده في الجينيتو يوريني تراكت كومنسن، ليس عند الناس كلهم لكن عند بعض الناس. طيب تعالوا نبدا باليوريا بلازما يوريليتيكم. اول ديزيز بتعمل اللي هي نان جونوكوكال يوريثرايتس، وتخيلوا 20% من النان جونوكوكال يوريثرايتس كوزد باي يوريا بلازما يوريليتيكم. واحنا لما قلنا النان جونوكوكال يوريثرايتس اساسا هو اللي بيعمله الكلاميدياس تراكوماتس سيروتايب اللي هي دي تو كي. ايضا المايكوبلازما جينيتاليا ممكن تعمل كمان النان جونوكوكال يوريثرايتس. طيب اليوريا بلازما يوريليتيكم كمان ممكن تعمل نيونيتال سيبسس. احنا قلنا انه موجود مثلا في عند بعض الناس، فلو وجد عند المراه وهي حامل فديورينج الدليفري الفيتاس ده حيوخذ اليوريا بلازما يوريليتيكم وحيوصل للدم وحيعمل نيونيتال سيبسس. طيب تعالوا نشوف للمايكوبلازما هيمونيز. المايكوبلازما هيمونيز واحد من الديزيز اللي بتعملها شهيره اللي هي بوست بارتم فيفر. احنا اتفقنا انها ممكن تكون موجوده في الفاجينا ككومنسلز، فديورينج الدليفري بيكون عمليه البلاد فيزلز في كونتاكت، يعني البكتيريا الموجوده مع البلاد فيزلز، فبالتالي البكتيريا دي هتروح للدم وهتعمل بكتريميا وحيحصل الديزيز اللي بنسميه البوست بارتم فيفر، يعني حمى ما بعد الولاده. طيب النقطة الثانية انها بتعمل المايكوبلازما هيمونيز بتعمل بلفيك انفلاماتوري ديزيز اللي بنسميه سالبنجايتس، ويوجوالي بيكون امانج البيشنز اللي هم اميون كومبرمايزد بيشنز. كيف بيحصل؟ انه لو وجدت البكتيريا دي ككومنسلز موجودة في الفاجينا، ممكن البكتيريا دي تعدي وتوصل الى الفالوبيان تيوب وتعمل انفلاميشن وتعمل سالبنجايتس. طيب كيف نعمل لاب دياجنوسيس للجينيتال تراكت انفكشن؟ نفسها زي المايكوبلازما نيمونيا اللي قلنا عليها في الدايركت ديتكشن، نفسها تماما. طيب التريتمنت، لو قلنا بنسلين وكيفالوسبورين، انتبهوا تماما، لا يمكن لانها مايكوبلازما معها السلول، فبالتالي لا يستخدم لا البنسلين ولا سيفالوسبورينز، لانه دول هم بيشتغلوا على السلول وهذه بكتيريا اساسا مخلوقه بدون سلول. إذا نستخدم لها إريثرومايسين أو تتراسايكلين. كنت معكم فيما مضى من الوقت في حول المايكوبلازما واليوريبلازما. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.